في تشديد للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل العقوبات الجديدة التي كان أعلن عنها. التفاصيل جاءت في قمة ثلاثية في نيويورك جمعته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وتأتي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر الخميس في مسعى لضمان تطبيق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بشكل كامل. وكان ترامب وعبر أمر تنفيذي أصدره منح وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات على أي شخصية أو مصرف يتعامل مع كوريا الشمالية من دون أن يستبعد إمكانية الحوار معها لحل الأزمة. الأمر التنفيذي الجديد سيقطع موارد العائدات التي تمول جهود كوريا الشمالية لتطوير أشد أنواع الأسلحة المميتة التي عرفتها البشرية. كما يعزز الأمر التنفيذي سلطات وزارة الخزانة كي تستهدف أي فرد أو كيان يتعامل تجاريا بدرجة كبيرة مع كوريا الشمالية لبيع السلع أو تقديم الخدمات أو التكنولوجيا. وبكل فخر أريد أن أخبركم ما علمته للتو من أن مصرف الصين المركزي أبلغ البنوك الأخرى في البلاد بوقف التعامل فورا مع كوريا الشمالية. من ناحيته أشار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن حجم التجارب النووية لكوريا الشمالية تخطى قدرة قنبلة هيروشيما، معتبرا أن فرض عقوبات جديدة مؤشر لمرحلة ممارسة ضغوط جديدة على بيونغ يانغ. مصادر دبلوماسية أفادت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة ستتضمن خصوصا فرض حظر على قيام أي شركة أوروبية بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد. وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدارة أزمة كوريا الشمالية النووية بأسلوب متزن حتى لا ينهار السلام، مشددا على أن العقوبات ضرورية لحمل بيونغ يانغ على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو استخف بتهديدات ترامب، فيما تتمسك الصين وروسيا أبرز داعمين لنظام كوريا الشمالية بالدعوة إلى مفاوضات دبلوماسية، ويشددان على أن خيار التحرك العسكري الذي لوح به ترامب مراراً سيكون كارثياً.